إذن مستمعينا الكرام، في إطار متابعة برامج وعمليات التنمية المحلية على مستوى بلدية أولف ومتابعة المشاريع، نتشرف بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي بلدية أولف السيد الحاج أحمد حفصي. أولا أهلا بك. بداية، أول محور فيما يتعلق بالتوجهات الجديدة اليوم للدولة الجزائرية فيما يتعلق إحصاء مناطق الظل، ما هي الاقتراحات اللي قدمتوها والتوجيهات من خلال الاجتماعات والتوجيهات في هذا المجال لإحصاء مناطق الظل عبر أحياء وقصور بلدية أولف؟ شكرا أخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا رحبوا بجميع المستمعي إذاعة الوطنية من أبرار. بالنسبة للعملية المتعلقة بالتوجه الجديد للدولة والشيء اللي كان بادر به السيد رئيس الجمهورية سيد تبون، على أساس أن المجال اللي يتعلق بانشغال المواطنين والمجالات اللي تتعلق كذلك مرتبطة أساسا بحياة المواطن وخصوصا في المناطق المعزولة المناطق النائية، وإن كان مواطنين محرومين في يعيشوا في ظروف ممكن أقل ما يقال عنها أنها غير لائقة وغير مقبولة. احنا في هذا الإطار وبالنسبة لإحصاء مناطق الظل كنا قمنا بعملية شاملة، مسح شامل لكل النقاط اللي تتعلق بهذا الجانب، خصوصا في البنود المعدة لهذا الجانب فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب، الربط بشبكة الكهرباء، الغاز المدينة، المؤسسات وضعية المؤسسات الابتدائية بالنسبة للهياكل، بالنسبة لوضعيتها كمؤسسات تقوم بمهمة التربية، كذلك بالنسبة للمطاعم المدرسية ووضعيتها وتجهيزها، الأقسام وتجهيزها وقابلية توظيفها. إذن مجالات كثيرة، وخاصة كذلك ما يتعلق بوضعية السكن الهش، المجال هو يتعلق بالمساكن القصديرية، ولكن بالنسبة لنا احنا المجال هذا يتعلق بالسكن الهش، بالإضافة إلى المرافق الأساسية والضرورية كملحقات الإدارية، مكاتب البريد، وكل ما يتعلق ب حياة اليومية للمواطن. هنا بالنسبة لبلدية أولف هنا في هذا المجال تقريبا الجانب الأساسي والانشغال الضروري والمهم واللي كثير من المواطنين حتى في إطار جلسات النقاش والتقييم كاين الاهتمام ينصب حول غاز المدينة. غاز المدينة هذا المجال اللي تقريبا جل القصور معظم القصور ماهيش مغطية بهذه الجانب، وكذلك بالرغم من أن شبكة التوزيع الرئيسية موجودة يبقى الخلل اللي موجود هو شبكة التوزيع الداخلي. إذن هذه النقطة هذه أعطيناها جانب مهم وجانب أساسي، وحصينا كل الاختلالات الموجودة في كل القصور وفي كل الأحياء اللي عددها 13 القصر واحد. بالإضافة لهذا الجانب كان جانب آخر لكثير المواطنين يلحوا عليه وهو عملية السكن. السكن اللي تقريبا احنا العبء الكبير اللي ممكن نجر عن هذه العملية هو أن البرامج كانت تسجل بأعداد قليلة جدا. يعني هنا احنا في نمثل منطقة من مناطق ولاية أضرار، منطقة تيديكيت، وبلدية أولف هي مركز المنطقة، لكن كل البرامج تقريبا اللي كانت تسجل بأعداد قليلة جدا، 50 سكن 20 سكن. هذه الوضعية هذه أفرزت عجز كبير فيما يخص استفادة الساكنة بهذا المطلب الأساسي والضروري. كذلك كاين مجال آخر اللي يتعلق بالإرث منطقة وهو إرث تاريخي وهي الفقارة. الفقارة كذلك نعلم أنها مورد أساسي لحياة الإنسان،
وحنا كاين بعض الفقارات بالرغم من ان بعض الفلاحين راهم يقوموا بمبادرات ومجهودات ما يخص يعني البقاء على سيرورتها وعلى سيولة المياه بها، لكن تقريبا معظمها اصبحت الان تعاني، وهذا جانب كذلك مهم لانه مرتبط بالفلاحه وبحياه المواطن. وحنا على مستوى البلديه كاين هذه الفقارات كلها تمر في النسيج العمراني واصبحت مهدده بالانهيار، معناها هذا عبء على الفقاره بحد ذاتها وكذلك على الساكنه وعلى النسيج العمراني. احنا احصينا هذا الجانب تقريبا بعدد الفقارات اللي تمر بالنسيج العمراني تقريبا 8 فقارات. هذه كلها راهي يعني تعاني في بالنسبه للمسار نتاعها داخل العمران، واللي تقريبا كل فقاره مسافه مرورها في النسيج العمراني تقدر ب 2 كيلومتر. معناها الجمله تقريبا 2 في 7 هي 14 كيلومتر انفاق داخل شوارع وداخل وفي داخل النسيج العمراني. إذا هذه نقترح أن المجال نتاع الفقارات وفي هذا الجانب اللي يمر في النسيج العمراني أنه تسجل برامج، ما يمكنش باش تسجلوها سنة ولا سنتين، لكن إذا كان فيه برنامج متواصل كل سنة ممكن فقارة ولا فقارتين نعالجوا 200 متر ولا 300 متر حسب البرنامج، وهكذا في وقت ما نوصل بأننا نحمي هذه الفقارة وما تصبحش عامل نتاع خلل او عامل يعني يستدر يشكل خطوره على الساكن. المنشات تحضر في الوقت المناسب ويستفاد منها التلامس. بالاضافه لهذا اننا كان عندنا عمليه اللي تتعلق ب الصرف الصحي، بقات عندنا عمليه واحده فقط بالنسبه للملعب البلدي والمدرج. كل العمليات اللي سجلت كلها سجلت وانجزت واغلقت. نعم. وشحال المبلغ الاجمالي نتاع العمليات؟ المبلغ الاجمالي للعمليات تقريبا يقدر ب 17 مليار. نعم. 17 مليار. شكرا جزيلا لك استاذ.